بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ في مدرستكم، مدرسة عشتار الابتدائية الأهلية للصف الثاني الابتدائي. معكم معلمة مادة الرياضيات سارة رافت. أعزائي التلاميذ، قبل البدء بالدرس هناك عدة إرشادات صحية يجب أن نتبعها، وبالأخص عند بدء الدوام المدرسي للوقاية من فيروس كورونا والمحافظة على صحتنا وسلامتنا من الأمراض. نأخذ منها قوانين الغرفة الصفية. من قوانين الغرفة الصفية: كيف أحافظ على سلامتي وسلامة أصدقائي؟ أحرص على تعقيم ونظافة يدي. أحافظ على وجود مسافة كافية بيني وبين أصدقائي. أرتدي الكمامة طوال الوقت. لا أشارك كمامتي مع أصدقائي. أجلس جلسة صحيحة. أحرص على عدم مشاركة أدواتي مع أصدقائي. وإن شاء الله تكونون بصحة وعافية. أعزائي التلاميذ، درسنا لهذا اليوم لمادة الرياضيات الأحاد والعشرات والمئات. راح نتكلم عن قصة للأحاد والعشرات والمئات. هناك غابة يوجد بها ثلاث بيوت. البيت الأول يسمى بيت الأحاد. والبيت الثاني يسمى بيت العشرات. والبيت الثالث يسمى بيت المئات. نأتي للبيت الأول اللي هو بيت الأحاد. ماذا يعني بيت الأحاد؟ بيت الأحاد يأخذ رقم واحد فقط، يعني الرقم الذي يدخل البيت الأحاد يخرج مثل ما هو. يسمى بيت بخيل. ماذا يسمى بيت الأحاد؟ بيت بخيل، لأنه يأخذ رقم واحد فقط. مثلا الواحد يدخل لبيت الأحاد يخرج واحد، واثنان تدخل لبيت الأحاد تخرج اثنان، والثلاثة تدخل لبيت الأحاد تخرج ثلاثة، والأربعة تدخل لبيت الأحاد تخرج أربعة، والخمسة تدخل لبيت الأحاد تخرج خمسة، والستة تدخل لبيت الأحاد تخرج ستة، والسبعة تدخل لبيت الأحاد تخرج سبعة، والثمانية تدخل لبيت الأحاد تخرج ثمانية، والتسعة تدخل لبيت الأحاد تخرج تسعة. هذه الأرقام تكون أرقام مفردة لأنها تدخل لبيت الأحاد وهو يأخذ رقم واحد فقط. أما العشرة لا تدخل لبيت الأحاد، لأن عشرة
إلها 1 و0. الأحاد يأخذ رقم 1 فقط، مثل 1، 2، 3، 4، 5. أما العشرة تتكون من 1 و0. إلها مكانية. وين تروح هاي العشرة؟ أين تذهب؟ تذهب العشرة إلى بيت العشرات. بيت العشرات بيت كريم، فتذهب إليه العشرة. لماذا؟ لأنه بيت كريم. تذهب العشرة والعشرون والثلاثون والأربعون والخمسون والستون والسبعون والثمانون والتسعون. هذه أرقام تدخل لبيت العشرات. مثلا الواحد الذي يدخل لبيت العشرات، بيت العشرات تنطي للواحد 0، تقول لهم أني أحبكم فأنطيكم 0. الواحد من تنطيه العشرات 0 يصبح 10، يصبح 10. 2 تأخذ 0 تصبح 20، والثلاثة تأخذ 0 تصبح 30، والأربعة تأخذ 0 تصبح 40، والخمسة تدخل لبيت العشرات وتعطيها 0 وتصبح 50، والستة تصبح 60، والسبعة تصبح 70، والثمانية تصبح 80، والتسعة تصبح 90. هذه الأعداد أعداد بيت العشرات. وهذه الأرقام بيت العشرات يقول لهم أني أحبكم فأنطيكم 0. فالواحد من انطته 0 أصبح 10، والاثنان أصبحت 20، وكذلك بقية الأرقام. أما بيت المئات يكون جوارين بيت العشرات. من هو جوارين بيت العشرات؟ بيت المئات، ونسميه بيت الكبير. بيت المئات نسميه بيت الكبير لأنه يأخذ رقم الأعداد المئات، مثل 100، 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900. هذه أرقام البيت الكبير. ماذا نسميه البيت الكبير؟ بيت المئات. تمام، هسه عندنا بيت الأحاد يأخذ رقم 1 فقط، مثل 1، 2، 3. هذه لبيت الأحاد. والواحد يدخل لبيت الأحاد، والاثنان تدخل لبيت الأحاد، والثلاثة تدخل لبيت الأحاد، لأن بيت الأحاد يأخذ رقم 1 فقط. هذا الواحد هو بس وحدة، واحد. الاثنان وحدها تدخل، الثلاثة تدخل وحدها. تمام، يكونون مكان واحد فقط. أما العشرات كيف يكونون؟ مثل 10، 20، 30. هذه لبيت العشرات، هذه أعداد العشرات. 10، 20، 30. أما بيت المئات 100، 200، 300. هذه أعداد البيت الكبير بيت المئات، 100، 200، 300. الواحد بالأحاد 1، بالعشرات 10، بالمئات 100. الاثنان بالأحاد 2، بالعشرات 20، بالمئات 200. أما الثلاثة بالأحاد 3، وبالعشرات 30،
ثلاثون، وبالمئات ثلاثمئة، ثلاثمئة، ثلاثمئة. تمام لهنا راح نتكلم عن القيمة المكانية للأحاد والعشرات والمئات. كيف يكون الأحاد؟ هذا المكعب يسمى مكعب الأحاد. هذا المكعب يسمى مكعب الأحاد. لماذا يسمى مكعب الأحاد؟ لأنه يأخذ رقم واحد فقط ويكون صغير. هذا المكعب يكون صغير، فهذا المكعب الصغير يأخذ رقم واحد فقط، مثل واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. هذا مكعب الأحاد. هذا مكعب الأحاد يأخذ رقم واحد فقط ويكون مكعب الأحاد يكون صغير. أما مكعب العشرات يكون مكعب العشرات، هذا مكعب العشرات يكون مكعب العشرات مرتبط مع بعضها، المكعبات مرتبطة مع بعضها، هذه وعددها عشرة. أولا تكون هذه المكعبات مرتبطة مع بعضها، مع بعض هذه المكعبات وعددها عشرة، وعددها عشرة، يعني العشرات تكون عددها عشرة، مثل واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. عددها عشرة فيكون هذا مكعب العشرات، وهذا يكون مكعب العشرات. تكون هذه المكعبات مرتبطة مع بعضها وعددها عشرة. أما مكعب المئات يسمى مئة. المئات، مكعب المئات يسمى مئة. أما المئات تتكون من أحاد وعشرات والمئات. هذه مكعب المئة تتكون من عشر عشرات، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. عشر عشرات متكونة ومئة مكعب صغير من الأحاد، ومئة مكعب صغير من الأحاد. هذه المكعبات الصغيرة هذه أحاد، مكعبات الأحاد، وهذه المكعبات الطويلة مكعبات العشرات، وتكون عددها مئة فتسمى المئات، تسمى المئات. مكعب الأحاد يكون صغير يأخذ رقم واحد فقط، ومكعب العشرات يعدده عشرة وتكون المكعبات مرتبطة مع بعضها البعض وتكون أكبر من الأحاد. أما مكعب المئات يكون عدده مئة، عشرة أعمدة من العشرات، ومئة مكعب من الأحاد، ومئة مكعب من الأحاد. مثلا هذا المكعب، ماذا نسميه هذا المكعب؟ يسمى مكعب الأحاد، يسمى مكعب الأحاد. نسميه هذا المكعب مكعب الأحاد، مكعب الأحاد. ما هي مجموعة الأحاد؟ ما هي مجموعة الأحاد؟ ما هي أرقام الأحاد؟ أرقام الأحاد واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة،
ثمانية، تسعة. هذه أرقام الأحاد، هذه أرقام الأحاد، تكون تبدأ من الواحد وتنتهي بالتسعة. هذه المكعبات تكون منفصلة، يعني الواحد إلى مكعب خاص، والاثنان إلها مكعب، والثلاثة إلها مكعب، والأربعة إلها مكعب، والخمسة إلها مكعب، والستة إلها مكعب، والسبعة إلها مكعب، والثمانية مكعب، والتسعة مكعب. كل رقم من هذه الأرقام إلى مكعب خاص به ويكون منفصل. هذه مجموعة الأحاد أو أطفال الأحاد. تبدأ منين؟ يلا من يعرف؟ يلا عدوا وياي. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. تسعة لهنا تخلص مجموعة الأحاد، تخلص مجموعة الأحاد. هسه نجي على نجي مثلا، عندنا هذه خمس مكعبات نحسبهم. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. هذه خمس مكعبات منفصلة، هذا مكعب بوحده قاعد، وهذا مكعب الثاني بوحده، وهذا مكعب الثالث بوحده، وهذا مكعب الرابع بوحده، وهذا مكعب الخامس. هذه أعدادهم خمسة. خمسة شنو؟ خمسة أحاد، لو خمسة عشرات، لو خمسة مئات. نجي نشوف خمسة أحاد لو خمسة عشرات، هل يجوز نكتب خمسة عشرات؟ لا، مو خمسة عشرات، لأنهم ما مرتبطات سوية. العشرات تكون شون؟ تكون العشرات تكون عمود مرتبطات سوية، مكعب ويا مكعب، وعددها عشرة، هذه عددها خمسة. هل إنه هي مئة؟ لا. هل عددها مئة؟ لا، مو مئات، مو من ضمن المئات. المئات تكون حزمة متكونة من مئة، فإذا تكون شقد؟ تكون عددها خمسة أحاد. خمسة أحاد، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمسة أحاد، خمسة أحاد، لأنه كل مكعب بوحده، هذا المكعب الأول بوحده قاعد، مكعب الثاني، مكعب الثالث، مكعب الرابع، ومكعب الخامس، فيكونون خمسة أحاد، فيكونون خمسة أحاد. تمام. نجي على المكعب الثاني ويسمى مكعب العشرات. هذا المكعب يسمى مكعب العشرات. شلون عرفنا هذا مكعب العشرات؟ اولا هذه المكعبات مرتبطة سوية، عدد هذه المكعبات عددها عشرة، فتكون عشرات عددها عشرة. نحسبهم، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. فشقد يكونون عشرة؟ فيكون عشرات. شقد؟ عشرات. فمجموعة العشرات، يعني عشرات، شنو هي مجموعة العشرات؟ نجي نكتبهم، عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون. هذه مكعبات العشرات، هذه مجموعة العشرات. يلا وياي نعيد، عشرة، عشرة، عشرون،
ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون. 90 هذه مجموعة العشرات اللي هي 10 و20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90. فإذا هذه 10 و20 بالعشرات تكون 1 ويمها 0 فتصير 10، و2 يمها 0 فتصير 20، و3 يمها 0 تصير 30. بالأحاد تكون 1، هي شو تعلمنا بالأحاد شلون تكون 1 2 3 وحدها، بس بالعشرات تكون 10 20 30 40 50 60 70 80 90. تمام، نجي هذا مكعب العشرات، مثلا هذا مكعب العشرات، هذا الأول، هذا الثاني، هذا 10 عشرات. نجي نحسبهم نتأكد انه هذني صحيح انه مكعباتهم عددهم 10. يلا وياي نحسب: 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هاي 10، نجي نحسب هاي: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هاي 10 و10 ايش قد تصبح؟ تصبح 10 و10 20 20 بالعشرات. هذه 10 1 10 2 10 فتصبح 20 بالعشرات. 20 بالعشرات. إذا عندنا هاي 10، هاي 12، هاي 13، نحسب: 10 20 30. فش قد تصبح؟ إيش قد يكون الناتج؟ 10 20 30. فش قد نكتب؟ 30 بالعشرات. 30 بالعشرات. يلا نرجع نعيد: 10 هاي 10 هاي 20 وهاي 30. ايش قد تصبح؟ ايش قد الناتج يصير؟ 30 بالعشرات. 30 بالعشرات. تمام، هذا العمود اذا اجانا نعرفه انه هو شنو هذا؟ هذا عمود العشرات. نحسب كم عمود؟ اذا عمود 1 10، اذا عمود 2 20، اذا 3 اعمدة 30. هذه العشرات. راح ناتي عن خانة المئات، نتكلم عن خانة المئات. هاي شو تكون؟ هاي 100، هاي حزمة وحدة، شو نسميها؟ هاي 100، خانة وحدة 100، شو نسميها؟ هاي 1 مئات. 1 مئات يعني هاي حزمة وحدة، 1 100، 100 شو نسميها؟ هاي 100. هذه الحزمة شبيها؟ هذه الحزمة بيها 10 أعمدة عشرات و100 مكعب أحاد. يعني 1 100 يساوي 100 مكعب أحاد من هذني الصغار، هذني 100، هاي أحاد، هذا صغيروني، هذا صغيروني، فجد عددهم 100 أحاد. يعني 1 100 تساوي 100 أحاد. والعشرات كم أعمدة بالعشرات؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يعني 100 تساوين 10 عشرات. 100 تساوي 10 عشرات. 10 أعمدة يعني 10 عشرات. 10 عشرات. تمام، 100 مكعب يساوي 1 100
من المكعبات هي 100 أحاد، والواحد 100 تساوي 10 عشرات. تمام الحد هنا عرفنا انه هاي الخانة خانة المئات. اذا عندنا هاي 100 وهاي 100، هاي خانة واحدة وهاي خانة ثانية، يعني هاي 100 وهاي 200، فش قد تصير؟ 200. هاي 100، هاي 100، هاي كلها تعتبر 100، وهاي 100 100 200، هذني 2 يعني بالمئات 200. هاي 100 200، فش قد تصبح؟ تصبح 200، تصبح 200، تصبح شقد؟ 200. هاي خانة واحدة وهاي خانة ثانية، هاي 100 200، شقد تصير؟ 200. إذا عندنا 3 خانات، هاي 100 200، يلا حسبوا وياي، 100 200 300، شقد تصبح؟ تصبح 300، تصبح 300. نجي نعدهم، هاي 100 200 300 300، شقد تصبح؟ 300. تمام افتهمنا، يلا نعيد وياي، هاي الخانة أولى، هاي 100 وهذه 200 وهذه 300، فنكتب 300، 300. راح نأخذ مثال، هاي 100 200 300. تمام، هذا المثال راح ينطينا عندنا أحاد، عشرات، مئات. أحاد، هذا أحاد، هنا هذا الأحاد، فوقه أكو أحاد، هاي تسميها، هاي نسميها 100، هاي خانة المئات. هل إنه هي مال أحاد؟ لا، إحنا نتذكر إيش قلنا، شلون تكون الأحاد؟ يكون مكعب صغيروني، مكعب واحد، بس هاي مكعب واحد؟ هاي مو مكعب واحد، هاي مال أحاد؟ لا مو مال أحاد، هذا بيت الأحاد؟ لا مو بيت الأحاد، بيت الأحاد يكون صغير، هذا يا بيت، هذا بيت كبير، بيت المئات، يعني بيت، يعني الأحاد هنا إيش قد قيمتها؟ قيمتها 0. قد قيمتها الأحاد؟ قيمتها 0، ما عندنا هنا أحاد، هذا مكعب المئات، هذا بيت الكبير، ما عندنا مكعب صغيروني مال بيت الأحاد، بيت الأحاد يكون صغير، ما موجود، فنكتب 0. والعشرات موجودة، عشرات عندنا، عمود عشرات متكون من 10 مكعبات، ما عندنا، شنو هذا؟ هذا مكعب العشرات؟ هذا شو نسميه مكعب؟ هذا مكعب المئات، فش قد يكون العشرات؟ 0، لأن ما عندنا مكعب العشرات. أما المئات، عندنا مكعب المئات؟ من يعرف عندنا؟ خل نحسب، خل نعرف بالله، هذا مكعب المئات؟ صح، هاي 100 مكعب، هاي 200، هاي 300، فالناتج شو قد بالمئات؟ 300، فش قد الناتج؟ 300. ايش عندنا؟ ما عندنا احاد، ما عندنا بيت الاحاد الصغيروني، ما عندنا 0، موجود بيت الاحاد الصغير؟ ما موجود، فيكون 0. والعشرات موجود، عمود العشرات؟ ما موجود عمود العشرات. ايش عندنا موجود؟ عندنا مئات، وهنا عندنا مئات، هنا عندنا مئات، ماكو عشرات، فش تصير؟ 0. اما المئات، عندنا مئات، هذا بيت المئات، اي بيت المئات، نعم بيت المئات، 100 200 300 300. هسه افتهمنا وياي طلاب، هسه ايش راح نسوي؟ راح ناخذ امثله وانتو حلوا وياي، يلا اوجد قيمه كل من، أوجد قيمة كل من. إحنا عدنا 94، إحنا اتفقنا
إنه الأحاد والعشرات والمئات متكونة من 3 أرقام. الرقم الأول هو الأحاد، والرقم الثاني العشرات، والرقم الثالث المئات. الرقم الأول أو العدد الأول اللي هو 94، 4 هذا العدد الأول، 4 الأربعة العدد الأول هو شنو؟ هذا هذا أحاد، 4 هاي أحاد، ما يتأثر يبقى مثل ما هو 4. نتذكر الأحاد أرقامها اللي هي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 هذه 4. 4 هذا العدد الأول أحاد، يبقى أحاد نسميه أحاد، يبقى مثل ما هو. والعدد الثاني 94، 90، 90 شنو يعني 90؟ يعني عشرات ضفنا لها صفر. 90، 90، 90 أربعة وتسعون، 4 شنو أحاد، والتسعة العدد الثاني 90، هذا عشرات 90. تمام؟ مثل إحنا شو نسوي 94؟ شو نسوي لنا 94؟ شو نسوي 94؟ إحنا اللي قلنا العدد الأول هو أحاد 4، 4 بقت مثل ما هي، 4 بقت مثل ما هي، 4 زائد شنو هنا؟ ايش راح نكتب بهذا المربع؟ هذا المربع ايش راح نكتب به؟ ايش راح نحط؟ هي الأربعة بقت نفسها. ليش بقت نفسها؟ لأن العدد الأول هو أحاد، أحاد يبقى مثل ما هو، ما يتأثر. أما الرقم الثاني اللي هو 90، 94 العدد الثاني شنو هذا؟ هذا عشرات، عشرات شنضيف له؟ شنضيف له للعشرات؟ نضيف له صفر. فشي يصير؟ يصير 90، 90 شي يصير 90، لأنه العدد الثاني عدد العشرات، عدد العشرات نضيف له صفر، شي يصبح؟ يصبح 90. هسه نجي على للمثال الثاني اللي هو 63. 63 العدد الأول، 63 العدد الأول قلنا عليه العدد الأول 3 أحاد، يبقى مثل ما هو 3، يبقى مثل ما هو 3 لأنه أحاد. ليش يبقى مثل ما هو؟ لأنه أحاد، لأنه أحاد 63. الرقم الثاني هذا 60، الرقم الثاني شو نسميه؟ هذا العدد الثاني العشرات، شو نضيف للعشرات؟ احنا شو نضيف لها؟ نضيف لها صفر. فشو تصير؟ 60. فإذا شو يساوي هنا بالفراغ؟ هنا هذا الفراغ الأول شو نحط؟ نحط 33، هذا أحاد. شو نحط للأحاد؟ 3، 3 إيش قلناها؟ 3 عدد الأول أحاد وحدة 3. فش نكتب هنا؟ 3. يلا وياي شو نقول؟ نكتبها 3 زائدة. والرقم الثاني العدد الثاني هو شنو؟ هو العدد الثاني عشرات، يعني شنو؟ 60، 60. تمام. يلا وياي الرقم الثالث 42، 42، 2 العدد الأول 2. إيش قد عندنا بالأحاد؟ عندنا 2 تبقى مثل ما هي، 2 تنزل.
أما العدد الثاني الأربعة هو العدد الثاني شنو بيا مرتبة العشرات، شو نضيف للعشرات صفر، فش تصير تصبح 40. 42 42 تصبح 42 يساوي هذا المكعب زائده. ايش قد يصير هذا المكعب؟ 2. ليش 2؟ لانه العدد الاول احاد ينزل مثل ما هو 2. الرقم الثاني يلا وياي من يحله؟ الرقم الثاني الوياي، الرقم الثاني 42. 4 بالعشرات ايش تصبح؟ 4 بالعشرات تصبح، من يعرف يلا وياي من يعرف 4 بالعشرات ايش قد تصير؟ نضيف لها صفر تصبح 40. تصبح 40. يلا نعيد. 42 2 العدد الاول ايش بيه؟ 2 احاد يبقى مثل ما هو 2. هذا رقم الأحاد، تتذكرون مجموعة الأحاد اللي هي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. هذه مجموعة الأعداد تكون بحدها ما تتأثر، 2، 3 ما تتأثر. أما العشرات شو نضيف لها العشرات؟ نضيف لها 0. فشو تصير؟ 40. 42 تصبح 40. ايش قلنا للعشرات؟ هي شنو اعدادها؟ يلا وياي من يتذكرها؟ اللي هي 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90. هذه أعداد العشرات. افتهمنا لهنا؟ يلا خلينا نعيد. هنا عندنا 94. 94 الأربعة أحاد ما تتأثر، تبقى مثل ما هي. 9 العدد الثاني شي يكون؟ عشرات. نضيف له 0 شي يصير؟ 90. وكذلك 63. 3 أحاد و60 عشرات. 60 عشرات. 42. 2 أحاد و40 عشرات. تمام. نأخذ مثال ثاني. 128. 128 هذه العدد الأول. إيش قلنا العدد الأول؟ هذا العدد الأول أحاد، العدد الثاني عشرات، والعدد الثالث مئات. يساوي عدد الأحاد. من هو الأحاد؟ هذا مكعب الأحاد. من هو مكعب الأحاد؟ العدد الأول أحاد. إيش بيه العدد الأول؟ يلا وياي من يعرف؟ شو نحط هنا؟ نحط 8. 8 أحاد. 8 أحاد. 8 بالأحاد زائدة. العدد الثاني. عدد الثاني شنو هو العدد الثاني؟ العدد الثاني عشرات. عشرات يعني شنو عشرات؟ نضيف لها 0 فش تصبح 28. فش تصبح هنا بالعشرات؟ من يعرف؟ يلا يلا شقد هنا؟ شقد نكتب؟ 20. 20 بالعشرات. والعدد الثالث هذا 100. جوا 28. 100. 100 شقلنا عليها؟ 100 العدد الثالث هو 100. نتذكر بيت المئات اللي هي 100 و200 و300 و400 و500 و600 و700. فش نكتب عليها؟ 100. نكتب 100.
ثمانية أحاد، ثمانية بالأحاد، واثنان بالعشرات تصبح عشرون، والعدد الثالث بالمئات مئة. مئة وثمانية وعشرون، مئة وثمانية وعشرون. الرقم الثاني هو ثلاثمئة اثنان وخمسون. يلا وياي من يحله. يلا إيش قلنا؟ العدد الأول اثنان، العدد الأول اثنان اللي هو شنو العدد الأول؟ عدد الأول أحاد، اثنان تبقى مثل ما هي ما تتأثر تنزل اثنان. العدد الثاني عشرات، خمسة بالعشرات شقد تصير؟ خمسون. وثلاثة العدد الثالث بالمئات، ثلاثة شتصبح؟ ثلاثمئة. هسه شعدنا اثنان، اثنان بالأحاد زائد هنا نشقد هنا خمسون، نشقد عدد الثاني عشرات نضيف له صفر يصير خمسون بالعشرات. أما العدد الثالث اللي هو مئات، العدد الثالث اللي هو مئات هو ثلاثمئة، يصبح ثلاثمئة. ونقرأ ثلاثمئة ثلاثمئة واثنان وخمسون، ثلاثمئة واثنان وخمسون. نأتي على المثال الثالث، مئتان وستة وأربعون، مئتان وستة وأربعون. ستة العدد الأول أحاد، العدد الأول أحاد، نكتبه هنا يبقى مثل ما هو ستة، يبقى مثل ما هو ستة. الرقم الثاني يلا وياي من يعرف العدد الثاني؟ أربعة بالعشرات شو تصير؟ شو تصير أربعة بالعشرات؟ ستة وأربعون. شو تصير؟ أربعون، أربعون. والعدد الثالث هذا مئتان اثنان، هاي اثنين بالمئات شقد تصير العدد الثالث؟ عدد الثالث هو المئات، فالاثنان شتصبح؟ شتصبح هنا مئتان، مئتان وستة وأربعون، مئتان وستة وأربعون. العدد الأول أحاد والعدد الثاني العشرات والعدد الثالث المئات. لهنا افتهمنا طلاب؟ تمام. بعد ان انتهينا من الموضوع الواجب البيتي راح يكون حل التمارين المطلوبة. اوجد قيمة كل من مثل قبل شوي اللي شرحناه، 54 وثلاثمائة وسبعة وأربعون. أربعة وخمسون بالدائرة الأولى شنحط؟ نحط رقم الأحاد، عدد الأحاد. والدائرة الثانية نحط عدد العشرات، أربعة وخمسون. فإذا هنا شو تصير بالأحاد؟ وهنا شقد تصير بالعشرات. والمثال الثاني ثلاثمئة وسبعة وأربعون، نفس قبل شوية حلينا، سبعة بالأحاد شقد، والأربعة العدد الثاني يكون عشرات اللي هو أربعة شقد بالعشرات، والثلاثة بالمئات شقد تصبح بالمئات من اسمها مئات. تمام طلاب؟ إلى هنا أعزائي التلاميذ انتهى درسنا لهذا اليوم، انتظروني في الدرس القادم إن شاء الله. مع السلامة أحبائي.